أيها الجيل، إن المقامر بالهدى لا يربح، من كان يملك ذرة فأضاعها صدأت على كفيه تيجان الذهب. والله ما على شأن المرأة ونالت كرامتها أيا كانت طبقتها إلا في كتاب الله. أكرمها ملكة وزوجة ملك، وصديقة وزوجة نبي، وفقيرة ومجادلة وأمه، جعل لها من يقوم بشأنها في جميع مراحل حياتها، لتعيش بنتا مكرمة وزوجا صالحة وأما مربية وجدة موقرة. ومن حرمت الزوجية لم تحرم الكفالة، فيا أيتها الأمة المباركة، حقوق المرأة ضمنتها النصوص الشرعية لا المواثيق الدولية، فإن وافقت المواثيق النصوص الشرعية قبلت تابعة منقادة للنصوص الشرعية، وإن عارضتها فعرض الحائط أولى بها. نحن قوم لا نعطي الدنية في ديننا، مشاربنا الصافيات العذاب، وموردنا إنه المورد، وكتاب الله لا يرقى إلى قوله قول ولا يعلو علا. فيا أمة الله، تشبثا بوحي الله، وحذاري حذاري من كسير وعوير ومن ليس فيه خير، لا تغتري بحديثه ولا بزخرف قوله ولا بأنوثته وتخنثه ولا بلون لبسه، فالحمار حمار وإن ارتدى منمقا، والسرج المذهب لا يجعل الحمار حصانا أبدا. دوري مع القرآن حيث دار، ورددي في الجهر والإسرار، عقلي له دارة والقلب مركزه، فحيثما دار كانت مهجتي.